قامت أو ألقت خطبة مهمة جداً وبخت خلالها الرئيس الأمريكي وقتها دونالد ترامب لست دقائق كاملة. Don't think we should be worrying about money at this point, Jeffrey. We can't afford to go to war. دروب الفن تزدحم عادة بالمواهب. وسط هالزحام بتصادفنا مواهب استثنائية. وحتى هاي تتصدرها أمهات المواهب. ميريل ستريب وبطمئنان بترتقي قمة التراتبية كونها أم المواهب الباهرة. كل اللي حاولوا الإحاطة بشخصيتها أو مسيرة هاي الفنانة العظيمة احتاروا أزاء موهبتها اللي ربما بتفاجئها هي نفسها في كل شخصية، فهي من نوعية المبدعين المخبيين مفاجآت ما بتخطر على بال حدا، وبيحافظوا دايماً على مستوى عالي من التجدد طوال الوقت. البساطة اللي بتقدم فيها دور الساحرة هي نفسها البساطة اللي بتقدم فيها دور رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في فيلم لا تنظر للأعلى، ودور مارغريت تاتشر رئيس وزراء بريطانيا في فيلم المرأة الحديدية، أو دور المتسلطة في فيلم الشيطان يرتدي برادا. متى وكيف تسللت هاي الفنانة العظيمة إلى وجدان محبيها حول العالم؟ ربما عبر الباب المعروف للجميع والصعب على أغلب اللي طرقوه، لأنه ما بينفتح إلا لندرة من الموهوبين، وهو باب البساطة والعمق. والمقصود بالبساطة سهولة تقديم الإبداع بحيث يبدو تقليده سهل بنظر اللي ما بيعرفوا مدى استحالة المسألة، وكل اللي حاولوا التجريب تبين لهم الحقيقة. فقبول الجمهور الواسع لأداء ميريل ستريب وإقباله على أفلامها يعكس بهاء هذه الموهبة الفياضة وانعكاساتها على أرواحهم. معجزة ميريل ستريب البساطة، فالممثلة بوجدانها ومنذ بداياتها تبذل جهوداً متصلة لفهم تعقيدات النفس الإنسانية ومحاولة تفكيكها، خاصة الأدوار المركبة. ويمكننا القول أن أي جميلة يمكنها احتراف التمثيل بمؤهل المظهر، ولكن القول الفصل ينعقد طوال الوقت للموهبة. فلو حدث أن ممثلة حاولت أن تسكن وجدان الجماهير وتؤثر في قلوبهم، فليس عليها سوى أن تكون ميريل ستريب أخرى. ربما كانت حياتها الاجتماعية الهادئة وسط أبنائها الأربعة سبباً في تفوقها وحصولها على 3 جوائز أوسكار من بين 21 مرة ترشحت لها، و8 جوائز جولدن جلوب من أصل 32 ترشيحاً. ميريل ستريب ولدت يوم 22 يونيو 1949 في مدينة نيوجيرسي، وبعد دراستها الجامعية حصلت على ماجستير في الفنون الجميلة. غامرت بالغناء الأوبرالي، ولما ما لقت نفسها فيه انصرفت عنه، واكتشفت مشاهدة المسرح فأغواها بالتمثيل، ودرسته في مدرسة التمثيل بجامعة ييل. ولكن ظل الوقوف أمام الجمهور يرعبها إلى أن تمكنت من أداء أدوار مركبة بطريقة أبهرت الجميع، وخصوصاً بإتقانها اللهجات. جاءتها فرصتها الأولى وهي في 29 من عمرها، لما وقفت قدام الكاميرا في فيلم جوليا عام 77، وفي الفيلم صائد الغزلان مع زوجها الأول جون كازالي قبل مرضه ووفاته. وكان دورها في فيلم صائد الغزلان أمام روبرت دينيرو والمخرج مايكل شيمينو، وهو عن حرب فيتنام، ومثل وقتها صدمة لأمة خارجة لتوها من أسوأ حروبها. وفي عام 79 شاركت في 3 أفلام دفعة واحدة، الأول بعنوان مانهاتن وكان كوميديا إنسانية، والثاني إغواء جوي تينان وهو دراما سياسية، والثالث الفيلم الرائع كرامر ضد نفسه
اللي هو كرامر أنتي كرامر، وهو دراما عائلية. وخلال العقد اللاحق قدمت أفلاماً رسخت تماماً مكانتها التاريخية لدى الجمهور، مثل امرأة الملازم الفرنسي وفيلم امرأة، وحظي أداءها البارع فيهما بردود فعل إيجابية واسعة. وفي فيلم سكون الليل استوقفت بأدائها كبار النقاد. وفي فيلم اختيار صوفي أذهلت الجميع، مش بس بأدائها في الفيلم بل أيضاً بإتقانها اللهجة البولندية. وجاء فيلم الوقوع في الحب مع روبرت دينيرو للمخرج أولو غوروسبار، وخارج أفريقيا مع روبرت ريدفورد، وكان أفضل أداء لها شخصية ليدي تشامبرلين في فيلم صرخة في الظلام، حيث حقق نجاحاً لا نظير له. منحها الرئيس الأمريكي باراك أوباما وسام الحرية في عام 2014 في حفل بالبيت الأبيض. وقال الرئيس أوباما إنه يحب ميريل ستريب، وقال زوجها دون جومير يعرف، وميشيل زوجتي تعرف أيضاً ذلك، وهو أعلى وسام تقدير في الولايات المتحدة لمن ساهموا في الحياة العامة والحريات والثقافة، والذي أطلقه الرئيس جون كينيدي عام 63. وفي حفل تسلمها جائزة سيسيل ديميل لإنجاز العمر عام 2017، قامت أو ألقت خطبة مهمة جداً وبخت خلالها الرئيس الأمريكي وقتها دونالد ترامب لست دقائق كاملة، مبينة اندهاشها واحتقارها لسخريته من إنسان معاق، وخشيت أن يدفع تصرفه العنصري بحكم منصبه البسطاء إلى تقليده.